بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، يرنو الاسكتلنديون إلى العودة مرة أخرى لاستفتاء جديد خاص بهم يؤدي إلى الاستقلال، لا سيما وأن نحو 62% في اسكتلندا أحد مكونات بريطانيا صوتوا على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران الماضي. المملكة المتحدة التي صوتنا للبقاء فيها في 2014، المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي تغير جذريا. التوقعات بالنسبة لبريطانيا هو عدم اليقين، الاضطراب وعدم التنبؤ. في هذه الظروف يمكن أن يتوفر خيار واحد يقدم لنا اليقين الأكيد والاستقرار والسيطرة الكاملة على مصيرنا، وهو الاستقلال. وفي إقليم آخر، يشكل المملكة المتحدة، زارت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي الاثنين إيرلندا الشمالية لحماية وحدة البلاد، واستبعدت أن تعود الحدود السابقة والجمارك مع بيلفاست بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتريد أدنبرا من دعواتها الاستفادة من السوق الأوروبية الموحدة والحفاظ على حرية التنقل داخل الكتلة الأوروبية بوصفهما عنصران حيويان لحماية مصالح واسكتلندا.